التونسيون ليس لديهم الثقة لا في الحكومة ولا في المعارضة على حد السواء، حيث لم تتجاوز نسبة رضاهم على كليهما 33%، فيما نال الإعلام ثقة 64% من المستجوبين ضمن سبر الآراء الشهري الذي أصدره المجمع التونسي للدراسات. رضا على الوضع الأمني والوضع وأداء الحكومة وأداء المعارضة ضعيف نسبيا، وهو استدعاء لكل منهم لتحسين الأداء متاعه. في المقابل الرضا على الإعلام عالي نسبيا. المحرر السياسي هذا بين أيضا أن 43% من المستجوبين لم يحددوا بعد اختياراتهم لرئاسة البلاد، فيما قاربت النسبة 39% بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، وإن احتلت النهضة الصدارة بقرابة 31%، يليها حزب نداء تونس بحوالي 29%. شفنا في الاحصائيات يعني حوالي 50% معناها من التوانسه ما يعرفوش شكون باش ينتخبوا لا للرئاسه لا للاحزاب لا كذا. بون سا سي امبورتون فو كو بون فما برشا يعني برشا مناطق وبرشا ناس اللي ما زالت تخمم. هذا مهم بالنسبه للاحزاب المدير يدرسوا يعرفوا شكون ينجموا يستقطبوا، معناها تكون الناس اللي تنجم تنتخبهم لازم ندرسوا على هذا. ولكن بون حتى توا تخوا ساعه حسب المعلومات اللي عندنا يقوموا بالاحصائيات بالهاتف، فهمتني؟ اما بخصوص نوايا التصويت في صوره انجاز انتخابات رئاسيه، فقد نال البيجي قيد السبسي صداره الشخصيات التي صرح بها المستجوبون تلقائيا، يليه حمد جبالي. أحزاب تصدرت نوايا التصويت وأخرى هوت شعبيتها، فيما اختطف الإعلام أفضل نسب ثقة المواطن التونسي لهذا الشهر حسب هذا المحرر السياسي. فما مدى ثقة المواطن التونسي بمثل هذه الدراسات؟ غالبية من استجوبناهم تحدثوا عن غياب الثقة في مثل هذه الدراسات لأسباب عدة، من بينها فشل التجربة في الانتخابات الفارطة، إضافة إلى صغر العينات وعدم إطلاعهم على طرق إجرائها. ما تنجمش تاخذ 1000 واحد وتعموا على الشعب التونسي كل، ما تعطيكش حاجه صحيحه. لازم يورينا كيفاش يخدموا، كيفاش الستاتيك نتاعهم، يهبطوا لنا جداول، يهبطوا لنا حاجات باش احنا نعرفوا كيفاش يقوموا بالعمليه هذه، باش احنا نعطيهم فيهم الثقه. تظل هذه الارقام حسب الكثيرين نسبيه، وتظل ثقه التونسي بها في حاجه الى الوقت باعتبار التجربه السيئه في هذا المجال في العهد البائد. إنس بوسعيدي، قناه المتوسط، تونس.